السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد، فيديو إن شاء الله مفيد على قناتنا. هنستكمل مع بعض سلسلة شات جي بي تي 4، وهنتكلم النهاردة عن تالت نقطة هنتكلم عنها أو تالت capability معانا النهاردة، وهو داتا أناليسز. الداتا اناليسز موجودة عندي في اكسبلور، هبتدي ان انا اروح ابص عليها، وهنا هقدر ان انا اعمل دروب لاي فايلز او اي اتاشمنت اقدر ان انا ارفعه لاي ملف، وهو يحللهولي وكمان يديني فيجواليزيشن. يعني عايز شارت هيعمل لي شارت كمان لو انا عايزة للداتا بتاعتي بشكل او باخر. انا بديك مثال، طبعا في حاجات كتير يقدر يعملها الداتا اناليسز، ولكن الموضوع ده من وجهة نظري ممكن يوفر وقت كبير جدا ويحل حاجات كتير جدا معقدة كانت ممكن تاخد مني وقت كبير. يعني ممكن أطلب منه يعمل لي شارت، ممكن أطلب مني يديني سامري عن الموجود جوه الملف، ممكن أطلب حاجات كتيرة جدا على حسب الحاجة اللي انت عايزها. تعالوا نبص مع بعض النهاردة على الداتا أناليسز ونشوف ممكن تعمل لي إيه. هدوس على داتا أناليسز بالمنظر ده، وابتدي ان انا ارفع الملف اللي انا عايزاه. اول حاجه هعملها دلوقتي ان انا هرفع شيت اكسل علشان اطلب منه حاجات معينه محدده يطلعها لي من شيت الاكسل. فهبتدي ارفع شيت الاكسل بتاعي بالمنظر ده. انا جايبه داتا يعني سامبل كده غير حقيقيه، والداتا دي فيها بقى حاجات كتيره جدا موجوده في شيت الاكسل، في الانيوال سالري، في النيم، في الديبارتمنت، في الجوب تايتل بتاع الموظف، في البونس، في كل حاجه متعلقه بالفاينانشال، الحاجات الماليه المتعلقه بالموظفين. انا هنا هقول له جيف مي سامري، طبعا ممكن باللغه العربيه لو انت حابب تستخدم اللغه العربيه، about this اكسل شيت. بقول له اديني كده سامري كده عن الاكسل شيت. نفترض ان انا حد بعت لي كده اكسل شيت وانا ايه عايزاه يديني كده سامري عن الاكسل شيت ده، فهيبتدي يعمل له انالايزنج، يبتدي ان هو يحلله علشان يديني السامري اللي انا عايزاه. هنا هيبتدي يقول لي الاكسل شيت ده فيه الاتي، هتلاقي فيه الفول نيم والامبلوي اي دي والجوب تايتل والقسم بتاع الموظف والجندر بتاعه والايج بتاعه وامتى اتعين الهاير ديت والانيوال سالري والبونس بتاعه والكونتري بتاعه، وهو كمان في انهو سيتي لوكيتد بموجود الموظف، ولو في موظف مشى الاكزيت ديت بتاعه مشى امتى. فده الحاجات اللي انت هتلاقيها في الاكسل شيت، واللي في الغالب بتكون الكولومز او العواميد الموجوده داخل الاكسل شيت بتاعي. فانا كده دلوقتي عرفت نوعيه الاكسل شيت ده ايه. يعني انا هرجع تاني اقول لك، انت ما تعرفش الاكسل شيت ده، يعني حتى مكسل تبص هو الحاجات اللي موجوده ايه، فانت رفعته على شات جي بي تي 4، وطبعا انت مش بتفتح اي اكسل شيت، انت اكيد يعني بتفتح اكسل شيت موثوق فيه، وبتبتدي ترفعه على شيت 4 وبتبتدي ترفعه على شات جي بي تي 4 وبتقول له اديني سامري. طيب انا هنا هقول له give me a table، انا بقول له اديني كده تيبل فيه تو كولومز، انا عايزه اعرف الناس اللي شغاله في الشركه دي الجوب تايتلز بتاعتها ايه. هنا ايه اللي حصل؟ انا هنا لما قلت له اديني كل الاسماء قال لي لا، انا ايه، انا مش هقدر اديكي كل الاسماء، انا ممكن اسيف لك الليست دي في تكست فايل وتقدري ان انت تنزليه. فقلت له ماشي، فجيت هنا عملت داونلود للتكست فايل. تعالوا نشوف هو عطاني ايه عشان ابص عليها. فيها الفول نيم والجوب تايتل، يعني عطاني حلول، ما سابنيش بقى كده وخلاص، لا عطاني حل. فانا هنا ممكن ابص على الفول نيم وابص على الجوب تايتل اللي موجود جوه الشركه عباره عن ايه. طب ممكن يديني ايه؟ ممكن اقول له what is the employee for high annual salary. اديني كده اعلى مرتب موجود عندي ايه هو. فهنا هيبتدي يعمل analyzing عشان يديني اعلى مرتب موجود ايه. فعطاني الامبلوي اي دي والفول نيم والجوب تايتل والديبارتمنت وكل ما هو متعلق
بالموظف ده. ممكن هنا كمان أقول له give me a short indicate the top five bonus and the employee name مثلا. هنا هيبتدي ان هو يديني التوب 5 هايست بونسز اللي هم الاشخاص اللي محققين اعلى بونس، اللي هم متقاربين بس في فروقات زي ما احنا شايفين. ممكن اقول له give me a table، give me a table من غير ما اكمل حطهم لي في التيبل، فاعطاني الفول نيم بتاع الشخص واعطاني البونس اماونت بتاع كل واحد قد ايه زي ما احنا شايفين. فانا بصراحه شايفه ان موضوع الداتا اناليسز الموجوده في شات جي بي تي 4 ممكن توفر كتير جدا على الاشخاص اللي شغالين مثلا في عندهم اكسل شيتس كتيره وعايزين يحللوا البيانات اللي موجوده. حتى تحليل البيانات دلوقتي اصبح سهل على الشخص العادي، انت بترفع اي ملف انت عايزه وبتحصل على البيانات. تعالوا بقى نروح نعمل حاجة تانية. هل الموضوع مقتصر فقط على الاكسل شيتس؟ لا طبعا، انا ممكن بمنتهى البساطة اروح مرة تانية كده الداتا اناليسز. اهم حاجة اتأكد انها موجودة في الداتا اناليسز، وابتدي ارفع ملف تاني. هنا مثلا هبتدي ارفع بي دي اف، فهبحث احسن بالبي دي اف افضل. ادي الملف بتاعي رفعته بالمنظر ده كده، وهقول له في الاول give me a summary about this PDF، اديني summary كده البي دي اف ده عباره عن ايه. فهنا بيبتدي سيرش الملف علشان يديني له السامري. زي ما احنا شايفين هو عطاني سامري، واضح ان البي دي اف بتاعي كبير، فعطاني سامري عن البي دي اف زي ما احنا شايفين. وطبعا انت ممكن تعمل ارتيكل كمان من اي بقى ملف انت بترفعه كده، وتعمل سامري بسيط لو انت مش عايز. بتشوف الاول اهمية الملف ده، هل مثلا يستاهل ان انت تقعد تشتغل فيه ولا لا. ممكن اقول له بقى ايه translate the summary into Arabic. انت عايز الكلام ده باللغة العربية، انت مش عايزه باللغة الانجليزية. هيبتدي ان هو يحوله لي باللغة العربية، ودي حاجة جميلة. انت عندك حاجات بالانجليزي مثلا مش عايز هتاخد منك وقت، وانت عايز تعرف الاول تستاهل ان انت تقعد تقراها وتفهمها ولا لا، وعايز تحولها للغة العربية، تقدر تقول له ترجم لي السمري كمان اللي انا حصلت عليه باللغة العربية. طيب نفترض ان انت عايز تشارك الحاجة دي، تشاركها ازاي بقى؟ هتبتدي تروح هنا للعلامة دي، فهيقول لك شير لينك تو شات، تقدر ان انت تاخد كوبي لينك وان انت تشاركه. ده كان شرح بسيط وسريع لداتا اناليسز ان شات جي بي تي 4. اتمنى تكونوا استفدتوا، وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة لو بتشوفونا لاول مرة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو كنتم من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وما تنساش تبص على بقية السلسلة الخاصة بشرح جي بي تي 4 فور بيجينرز. اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على انفوتك فور يو. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.